أنا الخريجة آمنة خلفان حمد عبد الله الكندي من دفعة عام الاستدامة 2023، تخرجت بامتياز بمرتبة الشرف. حصلت على الترخيص المهني من وزارة الصحة، والذي فتح لي آفاق كثيرة وأهلني للعمل في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة. والآن أنا أعمل في أحد المؤسسات الحكومية كأخصائي نفسي معتمد، وأطمح لأن أحصل على ترخيص من وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع. علم النفس طور من شخصيتي ووعي بنفسي وبمن حولي، فأصبحت قادرة على تخطي العقبات والمشكلات والصعوبات، وأصبحت أكثر وعياً. يمكنكم الآن التقدم والتسجيل في بكالوريوس علم النفس بدون متطلبات، فقط بشهادة الثانوية العامة.